الرئيس دونالد ترامب يريد حصد أكبر قدر ممكن من الدعم الشعبي لمواقفه وللقيود التي قطعها خلال حملته الانتخابية، ويريد الآن الوفاء بها حتى يبدو أكثر. يوسف، يوسف. أنا آسف. على إيه؟ وأنت إيه اللي منيمك هنا أصلا؟ ما بنعرفش ننام خالص، فقلت نريح هنا شوية. طب كمل نوم براحتك، كمل. لا خلاص أنا صحيت. بترف وراسي بتلف وعقلي فاضل له دقيقة ويخف. عينه بترف وراسه بتلف وعقله فاضل له دقيقة ويخف. تسمحي لي كلمة واحدة؟ قول يا نور العين. بدي أعرف، نفسي أعرف، إحنا رايحين فين؟ مالك يا بحر؟ في واحد الله بس. شد حيلك يا سي علي. الراجل ده مفيش منه. الناس الحلوة بتروح ليه؟ تروح ايه بس؟ ما قدامك وزي الفل هو يا بحر. بس بقى يا ابو صوتي. الله يرحمه ويحسن اليه. ربنا يدينا نص شهرته بس. في واحد لما يموت قيمته بألف يا بقف. الله يرحمك يا الحاج. الله يرحمه. من كتر ما لم التراب من صحاب عزاز فاتوني ولا لي حبيب، أصبحت دلوقتي أبوس التراب وارويه وأنا ببكي بدمع الحبيب، وانده ويحزني ما أسمع جواب، ولا كان شغلهم لما أنادي يجيب، وانساهم إزاي مهما طال الغياب، وانت في أول جمعهم يا نجيب. والله يا شيخ زهار ولا ليك علي حلفان، أني فرحت لما شفتك يا راجل. ما تبقاش تقطع بينا كده. الله، دي الدنيا صغيرة يا شيخ، ودينا النهاردة بنتمشى سوا، بكرة محدش عارف مين فينا هيبقى هنا ومين هيبقى فوق. خبر يا بحر؟ ما تقولش الكلام ده يا راجل، الله يطول عمرك بالخير. الله يا جماعة، أني غلبني الشوق ولم أستطع أن أكبح جماح نفسي، سألت فعرفت أنكم في تأبين سنجيب الرحاني، جيت على ملا وشي. وحشني والله يا بحر، والله زمان وحشني. وحشني وحشني، مفيش وحشتني يا بساطي. عاش من شافك يا بساطي، فين أيامك يا بساطي؟ خلاص بحر اللي في القلب وبس. ماشي يا شيخ زهار، الله يحزك. يؤسفني مبلغك يا سيد وديع انك وحشتني، وحشتني يا بساطي يا الاتي يا فلاتي يا هلاس. طمني طمني على حياتك البزرميت وعمرك الذي ضاع في الهجس. الحمد لله احسن منك، بننام طول النهار ونسهر طول الليل، وحياتي كلها مغنى وفرفشه وفلوس وعز العز، والولا سمير كبر وبقى راجل، ايه قولك بقى؟ ما شاء الله. تعرف يا وديع، كلما فسد الزمن كلما صار أسعد الناس هم أمثالك يا بساطي، ده الطبيعي والعادي. يا شيخ زهار، خليت من علامات يوم القيامة خلاص. لا، أنا قلت من علامات فساد الزمن. أنت جرالك إيه؟ سلامة الودان، كبرت وخرفت يا بساطي. وأنت يا بحر، طمني عليك، إزاي أحوالك كده؟ والله يا شيخ زهار، حالي بقى حال، حاسس إني كبرت وما بقاش ليا عزة في الدنيا خلاص، كل يوم في النازل. يا راجل ما تقولش الكلام ده، تفاءلوا بالخير تجدوه. خبرك ايه يا بحر؟ يكشي يكون موت نجيب الرحاني قلب كيانك بالشكل ده وادخلك في هذه الكآبة. لا يا زهار، لا، الموضوع مش موضوع الرحاني بس، كل حاجة حلوة بقت بتخلص، عايشين زمن مش زماننا، وكأن العمر ذهب هباء يا شيخ زهار.
بنقول لك ايه يا علي، انت علاجك هو الزواج، لازم يا بحر تتجوز. ياه، اول مرة تقول كلمة عليها القيمة. صمتا يا بساطي، الكلام الان كلام رجال. ما تخلينيش نقلبه عيل صغير ونقله ادبنا عليك. اتجوزوا ازاي بس يا شيخ زهار؟ كان من بدري الكلام ده. الله، ومين التعيسة اللي هترضى بواحد زيي بس؟ ده دي، وليه ما تقولش مين المحظوظة دي؟ وذنب ابوها ايه طيب؟ اسمع يا بحر، لما تضيق بيك الدنيا وتلقى حوالي منك زوجة وابن، هتحس ان انت عملت حاجة في دنيتك، حتى لو كانت الحاجة دي ملهاش عازة من وجهة نظرك. كلام معقول في الموزون منه، بس للأسف طالع من راجل خلل. يا شيخ زهار، اعقلها يا راجل يا طيب، اعقلها. ليه نتجوزوا أرملة ونخلفوا أيتام؟ ليه؟ ده زي ما بيقولوا اسمها كده جريمة مكتملة الأركان. صدقني يا علي، وجودك في الدنيا حزينا وحيدا هي دي الجريمة الحقيقية. تصدق وتؤمن بإيه؟ لا إله إلا الله يا أخي، أنا النهاردة كنت بندوروا عليك عشان نيجي نقولوا لك الكلمتين دول في عظمك. طب ومين يا راجل يا طيب اللي هترضى ببواقي بني آدم زيي؟ جرى إيه بس يا بحر؟ ماني قدامك أهو قدك، إحنا زي الفل وعلي العال. الدهن في العتاء يا بحر، أنا لولا الولا سمير كان يزعل، كنت اتجوزت بعد أصداف 12 أصداف، وأنت لازم تكمل نص دينك، ويا سلام لو تدوب. يوكتك إيه يا بساطي، ضحكتني وأني مهموم. هو الزهار كان بيواسيني ولا بيتكلم جد ولا بيهرج ولا إيه بالظبط؟ بيتكلم جد يا علي. أني خلاص نسيت يا وديع، أني اتجوزت العود وخلفت مزيكا والحان كتير، ثم إن الوقت عدى. اتجوز اتجوز يا علي قبل ما تموت كده وانت عازب، على الأقل تبقى جربت الجواز. ده كاس وداير زي الموت. مش كفاية موتة واحدة، عايز تموتني مرتين يا بعيد. الجواز موت بالمزاج قبل الموت الإجبار يا بحر. ما انت عارف يا وديع، حط القلب مشغول. حط السماعة وخلي الحرارة تشتغل والتليفون يرن. غريب انت يا بحر. اتجوز بقى وانسى نادرة، انسى الوهم. الفنان تجارب يا علي. واني ناقص تجارب يا منيل؟ طبعا تجارب. الفنان لازم يحب، يتشقلب في الدنيا، يتجوز ويطلق ويترمل ويموت. خلينا في اخرها، يموت يموت لحاله يا وديع، لحد يحزن عليه ولا يتشعلق بحد. وقت الفراق يموت خفيف. ما تتجوز وخد لك شقة وسيبك من أم العشة دي. عشة دي مش عشة يا مغفل، دي سراية القصر، أني شفت فيها عمر. ثم تعال هنا، مين دي اللي ترضى بواحد كبير نفري زيي، سنين متعود يصحى الصبح لوحده ما يلاقيش حد جنبه؟ لاني مش بعيد لو صحيت لقيت واحدة جنبي نتخض ونطلقوها. طلبك عندي، بس انت تقول اه. حبيبتي ازي حضرتك؟ فروبي مبروك. الحمد لله، يبارك فيك يا ماما. وحشتيني. ازيك يا ايه يا بنت؟ ازيك يا ماما، وحشتيني قوي. وانت كمان مبسوطة؟ تعالي بقى، انا سايباكي تتدلعي شهرين ثلاثة وبعدين هجيب الجنبي. ماما انا مش تعبانه خالص، ان شاء الله مفيش تعب. اتفضل فروبي. ها، ما قلتليش احساسك ايه بقى؟ الحمد لله. بقول لك ايه، احنا مش هنشتغل بقى بطل، ولا انت هتقضيها كده بالاعيان وصحاب القصور؟ نشتغل ايه؟ حاجات كتير. ولا انت مبسوط في المكتبه دي؟ مبسوط الحمد لله. انا مش مبسوط، وسلمى انا عارفها، هتحتاج حاجات كتير. انا عندي ليك اقتراحات كتير قوي للشغل، احنا بقينا عيله واحده. انت كام يوم كده وتنزل لي القاهره، نقعد انا وانت نتكلم واقول لك احنا ممكن نعمل ايه سوا. ان شاء الله لما سلمى تقوم بالسلامه، شويه شويه هننقل كل حاجه للقاهره، شغل، اقامه، والقصر يفضل موجود، انا هتولاه وجدته، هخليه تحفه. ايوه بس انا لسه ما قررتش. هتقرر، تعالى بقى فرجني على القصر. قصر عجيب، لا هو اكبر قصر ولا افخم قصر، بس عجيب. تعرف القصر ده شاف ايام كتير قوي يا يوسف. القصر ده تمنه مش بالتحف اللي فيه ولا بعمره، بالايام اللي شافها. ايوه،
ولسه هشوف ايام تاني مع احفادي. تعرف مش خسارة الفلوس اللي دفعناها عشان القصر يرجع لنا، انا كنت مستعد ادفع اكتر منها اساسا. ليه؟ عشان سلمى. سلمى مش محتاجة. بس انا محتاج. محتاج ايه؟ محتاج سلمى تبقى مبسوطة. هي المطابخ كانت تحت هنا في البدروم صح؟ ايوه. احنا جوعنا، هتغدينا ايه بقى يا بطل؟ اعمل حسابك انت من دلوقتي استلمت الشغل عندي خلاص. على فكره انا بدفع مرتبات كويسه قوي، ما بالك جوز بنتي ابني يعني. سلمى بس تقوم بالسلامه ان شاء الله وكل حاجه تتغير للاحسن. عايز كمان نسخه من مفاتيح القصر عشان مثلا انا وهدى نتخنق كده من جو القاهره، نيجي هنا نغير جو شويه. حاضر. خلي بالك من سلمى يا يوسف. يلا يا هدى هنيجي تاني يا حبيبتي. توحشيني يا ماما. سلام يا يوسف. مع السلامه. كمان باي باي يا حبيبتي. باي يا بابا. باي باي. باي باي. باي باي مع السلامه. بس ايه الحوارات الطويله اللي مع الاب دي؟ بيعرض عليا شغل عنده. طب ما تقول لا. ليه؟ لان العرض مضايقك. بس انا ما قلتش انه مضايقني. مش لازم تقول، ما هو باين عليك. ما تعملش حاجه انت مش عايزها. محدش بيعمل اللي هو عايزه. بالعكس، طول الوقت احنا بنعمل اللي احنا عايزينه. المشكله لما بيبقى مش عارفين احنا عايزين ايه. ندخله في الموضوع على طول، ندخله في الموضوع. علي بحر صاحبي، صاحب عمري وشريكي، فنان مدهش ومتصيد. هو بس زي ما تقول كده الفن سرقه وناسه روحه، وانا قلت نفكروه ونجيبه لكم هديه في الحلو منه. اهلا وسهلا يا سودية انستونا. مرحبا يا سعلي. مرحبا بك يا فضل افندي. يعني مكسوف الصراحه. وليه كسوف؟ ده احنا حصلت لنا البركه. الله يبارك في حضرتك يا مدام. اتفضل يا سي علي يؤمر. الامر لله يا فاضل افندي. هو حضرتك عندك كم سنه؟ اني 49 وموظف درجه 5. اني بصراحه اصلي يعني وديع بساطي قال لي نكمله نص ديني ونتجوزه، فجابني لحد عندكم، واني بصراحه اتشرفت بيكم. لقيت ناس طيبين، وده الصراحة يعني شجعني اني نقوله ال قول يا سعلي قول، محدش حيشك. انا النهارده كسبت ناس محترمة، عيلة بنت اصول وراجل محترم، نقدروا نلعبوا معاه طاولة على القهوة ويشكيلي هو هم الدنيا وانصحه ماني اكبر منه ويعزمني على فرح الأمورة اللي مش راضيه تبتسم من ساعه لما جينا، اللي لو كان عندي ولد ما كنتش هنلاقي له احسن منها. والله يا فاضل افندي اني محرج منك، مش عارف نود ووشي منك فين. اللي تدخلك في حاجه تاني يا بحر استهر ضرب السرم على دماغه. حرام عليك يا ابو صاطي، ده ابوها اصغر مني والبنت اصغر من ابنك سمير، وانا رقبت اصغر من السمسمه. حركتنا مع الراجل الله يسامحك. اوعى هنا يكون ابوك عرف انك بتيجي المرسح وبتحضر بروفات. حتى لو عرف، انا عرفت انه كان بيروح المرسح زمان ولحد دلوقتي هو وابوك وعم علي بحر. يعني ما بيقولكش لا المرسح حرام وكده؟ لا بيقول لي المرسح حرام. اوعى يا ولد على سمتكم بتروح المرسح لابن البساطي، وانا اقول له لا الا المرسح شيخ زهار. كدابه هتروح النار. هنعمله ايه يعني يا اسامه؟ ما انا بنحبه المرسح. واني لا، اني ما بنصدق نهجوا منه. ازاي؟ معقوله؟ يا ابني ده عالم ورقص ومزيكا ونور. ده اللي بنحسدوك عليه يا جدع. تعالى يا اخويا اقعد مطرحك. يا ريت. ونشوف الست اصدافه وهي بترقص. احترم نفسك. ضمني. جرى ايه يا سمير؟ دي فنانه، اني بنحبها كفنانه. طب غير الموضوع عشان ما نزعلكش. خلاص، هنروح فين بقى قبل ما بين المحنه تبقى ليله سودا؟ هنروح عند ابراهيم ابن كامل افندي. القرايه هتجننك يا ولد. ده انت اصغر واحد فين؟ بتقرا كتير قوي. ولا يا اقسام، انا قايل لابراهيم واصحابه اني في ال 19. يا مفعوص، ده انت لسه في ال 16. اوعى يا اقسام تقول الحقيقه.
لولا الكذب. وين هو اللي عم الظهر انك بتيجي المرسح؟ لا خلاص بينا على ابراهيم. اللي تؤمروا بيه، اللي تحلموا بيه، والسيناريو جاهز، وانا بست صوفيا وصوت فرح افندي هعمل اللي ما اتعملش. ومش كده وبس، ده اللي هجيب لكم اسماعيل ياسين. ده ولد ملوش حل، وبشرى وخيم ومريم ونيب، بس تقولوا اه. أنا موافقة، بس ناخده أعلى أجر، ناخده أجر ليلى مراد. أجر ليلى مراد كده على طول؟ بس ده صعب يا ست صوفيا. اللي عندي قلته. ما تقول حاجة يا فرح أفندي. مفيش قول بعد أقولها، ست صوفيا نجمة. ما تطمئني أمورك يا ست صوفيا. مش هننزل ولا جني. أديك سمعت، مش هتنزل ولا جني. أمر الله. أجل ليلى مراد، قلتي إيه؟ موافق. ألف مبروك، بكرة في الشركة هنكتب العقود وندفع العربين، والسيناريو أهو. وهو كذلك، بس أنا اللي نكتبه الأغاني وسعالي بحر اللي لحنها. وإحنا نلاقي أحسن منكم. طبعا موافق. والله انت ربنا بيحبك يا استاذ بيومي. يقول لي ليه؟ ليه؟ انت معاك حاجه 13 خالص. 13؟ ايه 13 دي؟ معقوله افكر وما تعرفش؟ الدسته فيها كام حته؟ 12. يبقى الحاجه 13 دي اللي سبيشال منه، فانت معاك حاجتين سبيشال. اه. كارل هنريك ماركس. وده مين؟ قول لي. ده المستقبل يا سمير، الكلام الجديد. ليه كلام ما ينفعش نقراه؟ مفيش كلام ما ينفعش يتقري. صح، انت صح، هات الكتاب. كارل ماركس ده اتولد في عيله غنيه جدا. انتوا عارفين ان ابويا كان مصاحب واحد اسمه يوسف باشا، كان من الباشاوات، وكان على طول بيروح لهم المرسح. اهو حاسه بالظبط شبه اللي اسمه كارل ماركس. لا مش شبهه خالص. يوسف بيه كان رقيق في نفسه كده وملوش دقن. ازيكم؟ وازاي ابوك يا سمير؟ الحمد لله يا عمي. وازاي الزهار يا اسامه؟ بخير الحمد لله. كانت ايام جميله. ايه مالكم ومال ماركس؟ ايه عايز تبوظ دماغهم يا ابراهيم؟ تقلقش علينا يا بابا، اولا سمير بيحب القرايه جدا، وبعدين هو مين اللي فتح باب تبويظ الدماغ من الاول؟ ما المكتبه بتاعت حضرتك. كارل ماركس اهتم بالافكار الفلسفيه، ونظرياته عن المجتمع في الاقتصاد والسياسة خطيرة، وهو اللي أسس الاشتراكية العلمية. مالك يا أسامة يا ابني؟ إيه مخضوض كده ليه؟ أبدا يا عمي، بس أني حاسس أنني قاعد وسط جماعة من الكفار. الله يجازي شطانك، والله أنت نمرة نسخة من الزهار. إحنا برضو عندنا مكتبة زي دي، بس الكتب اللي فيها مش زي دي خالص. الكتب اللي عندنا عن العصر اللي جاي مش اللي راح يا أسامة. ها سلم لي على أبوك، ونسيبكم بقى تبوظوا دماغ بعض براحتكم. عن إذنكم. هات الكتاب ده بقى. أنا هقراه. جميلة سيدة لعوب أربعينية. مين جميلة دي بقى؟ أنت. أمال يعني إيه لعوب أربعينية؟ لعوب أربعينية، لعوب يعني ست كده ملعب، وأربعينية يعني في الأربعين من عمرها. نعم، إيه أربعينية دي؟ لا أنا مش كده. ده الدور اللي كده، ما هي دي اللي هتغوي الفقير الغلبان ابن الحارة مسعد، وتنسي عياله ومراته. أني نسوك الدنيا كلها، بس تصلح لي السنة وتكتب 30. لا ما يصحش نلعبه في السيناريو. طب كمل. الدنيا هنا برد، تعالي ندخل جوه. شفتي الدنيا يا صدى؟ شفت اللي مقسوم لي منها. أني من شحات لمغنواتي لممثل في السينما. دنيا عجيبة. لسه هتشوف العز كله على وشي يا حبيبي. وأنا بحب وشك كله يا صدف. بس تحبيني أني بس يا فرح، في السينما، في المرسح، في الأوضة، أني وبس.
تقولي بقى الدنيا اتشقلبت واتشهرت وتطل على غيري والمرسب والعباس اللي نخلعوا لك عينك ونجرك ورايا. مفيش غيرك يا خطف. حتى بعد ما نكبر ونتخان ونكرمش مش هتحب غيري. هنلعبوا دور امك وهنلعبوا دور جدتك ومش هتمثل مع اي حد غيري. حبيبتي وامي وست الحبايب كمان. لا يا فرح، ست الحبايب الله يرحمها. اني اصداف، اني صوفيا. بحبك. طب وسع وخدني جنبي. أنا بحبك يا أصدف. بحبك. طب احلف إن بعد ما نموت هتفضل تحبيني. بعد الشر عليكي. أحبك العمر كله. طب وبعد العمر كله؟ قول. وبعد العمر يا صدف. ياه. بردان. أغطيني يا صدف والنبي. حاضر يا علاء. بس الجو حلو. مضني من واني صغير، من واني في الشارع ما حسيتش بالبرد ده. وسيدي المرسب والعباس، انت بتتظبط وبتعمل ملعوب وتكهين. يلا بقى تعدل كده واقرا لي، قول لي الست الملعب دي بتعمل ايه؟ الاربعينيه ايه؟ يلا تعدل بقى. فرح ولا يا اخي سيب الواد يعيش سنه. الولد طول الوقت عمال يقرا وشايل الهم يا بحر. ما تخافش من اللي بيقرا يا بساطي، خاف من الجاهل. ما بيكلمنيش كلمتين على بعض يا اخي. زمنه كده، جيله كده. يو جيل منيل وغريب ملموم لي على ابن جوني منصور وابن الزهار. الحمد لله يا اخويا اني ما خلفتش. الحمد لله، كان زمان الولا ابني ضايع وسطيهم. ده بيقول لي الانسان اصله قرد يا بحر. مين يا اخويا؟ عبيط ده ولا ايه؟ اصله قرد ازاي يعني؟ ونش عرفني، بيقول لي اقرا في الكتب كده. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. الواد ده ملبوس يا بساطي، لازم حد يرقيه. هو بيقول لك اصل البني ادمين كلهم يعني، ولا اصله هو اللي اصله هو يا بحر؟ تقصد ايه يعني؟ بقى انا مش عرفني يا بساطي، يمكن الواد دور في شجره عيلتك ولقى عندك جد قرد ولا حاجه. تتلم يا بحر. الله، حد برضه يستعر من اصله يا بساطي؟ عيب يا بحر. النبي تلاقي مناخيرك حمرا. يا عديم التمييز، والله اللي نمشي ونسيبوك. اقعد يا بساط، اقعد بنهزره معاك، اقعد اقعد اقعد. يا ولا افهم، ما تبقاش مغفل. البلد بقى فيها حاجة جديدة. الله، الدنيا كلها بتتطور يا بساطي. شباب جداد وأفكار جديدة، شيوعيين وإخوان ووفد وغلابة ودولة قديمة دابت. الله، ما تفوق يا بساطي، مش عارف تشوف؟ البلد رايحة لحتة جديدة. بلد يعني؟ البلد هتروح فين وتسيبنا يا بحر؟ هتروح لبكره يا نور، بكره اللي ان اوانه. تعالى شد كرسي. الولا ابراهيم بيقول لي دلوقتي ان سمير ساب وجرى للست اصداف لان فرح مات. ايه؟ 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 لا لا لله، لا لا لله، لا لا لله. مات الولا اللي ما خلفتوش يا اخوانا. شد حيلك يا علي، دنيا عجيبه. الولا كان لسه ماضي الكونترات والدنيا كانت هتزهزه معاه. سبحان الدايم. نشدوا حيلي ونشدوا ليه؟ ايه في الدنيا يستاهل نشدوا حيلي عشانه؟ وحد الله مالي يا علي، طالما هناك اجل دايما في امل. خلي عندك امل يا بحر. امل؟ الامل ده خازوق الانسانيه يا شيخ زهار. كلمه كده
كل الناس بيحبوا يصدقوها علشان يكملوا حياتهم. رؤي علي، ما دام اللي وجه كريم يبقى ليه نخلي الحزن دايم؟ دي اعمار. اهو قالها لك الفلاتي. الله يكون في عون اصداف. اصداف قلبي معاها، عايزينها هتفوق وتصحصح ونصحصحوا كلنا ونخرجوها من الحزن اللي هي فيه. ده باب رزق واتفتح يا اخوانا، دي سيمة. ونشوف حد مطرح المرحوم للفيلم. ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. امشي يا بساطي، امشي وخد الشيخ زهار في ايدك وسيبوني لحالي. ما هو يا علي لو بيني وبينك عش وملح يا بساطي غور. يلا يا وديع، كان الله في عونك يا بحر، إن لله وإن إليه راجعون. يلا يا سيدنا. استنى بس. يلا يا أخويا. باب الفرح عن قلبي وتركني للأيام حزين، شاب الأمل من بدري وحدفني للموج تركني للأيام حزين. يا أخي أنت ما أسقعك، كلما كبر سنك كلما زادت برودة دمك. يا عم العمار بيد الله، مال الحزن ومال أكل العيش؟ طول ما فينا نفس نسعى، إيه الغلط في كده؟ ده أنت كلك غلط في غلط يا وديع. كل وقت وله أدان، ادي الحزن وقته. ولا حزن إيه أنت التاني؟ هيجيلك منين الحزن؟ معقولة هتحزن على غريمك؟ انت تلاقيك فرحت وطاير من السعادة. اخص عليك يا شيخ زهار، تصدق زعلتني؟ وايه غريمي دي؟ اني نفرحه في الموت ونفرحه في الولا فرح انه مات ليه؟ عشان ايه؟ داني والمرسى والعباس زعلت عشانه لما مات. داني كنا بنحب الولا ده حب الله اعلم بيه. كلكم شايفين البساطي كده، شايفينه ما عندوش قلبه بتاع مصلحته ليه؟ أوليست هذه حقيقتك يا بساطي؟ يا سبحان الله، عرفناك هكذا منذ نعومة أظافرك، لا عندك قلب ولا عندك خشم. ما حصلش يا شيخ زهار. أنا بنكتمه ونداره عشان الحياة تمشي، بنسعى ونرمي ورا ظهري عشان البيت تفضل مفتوحة. ما بنهربوش من دنيتي زي بحر بالحزن، ولا بنهربوا منها زيك بالدين والسياسة. لا، لم روحك يا بساطي واحفظ مركزك، ما يجتمعوش مع بعض يا أخويا الدين والسياسة. يعني كل اللي بنعوزه ان المجتمع ده ينصالح حاله. وعلى كل يا اخويا هم حلوها، الجماعه حلوها، وصارت الايام وايامك يا بساطي. يا شيخ ليه؟ اصلح حالك الاول، بص لنفسك، بقيت غريب وعجيب. بقينا نشوفوك نقول مين ده؟ رحت لفين ورجعت كده يا شيخ زهار؟ امال طبعا، وهني عشان بندعو الناس للدين لازما في نظر امثالك ابقى كائن غريب. وانت شايفني ازاي يا شيخ زهار؟ شايفني حاطط هبل في البيت وعاملين نلف حواليه؟ انصرف يا شيخ زهار، انصرف. انصرف؟ انصرفت عليك نفسك يا بعيد. لم روحك يا بساط، والله لساني اطهر من انه ياخد ذنوب فيك. خساره فيك الشتيمه يا هلاس، يا رقاص، يا بتاع العوالم، يا شحيحه الرجوله. اورفار يا شيخ زهار، خليني انكد عليك عيشتك. راح الفرح وفضلت انت يا زلف. ليه يا فرح؟ كان نفسي نكبر على كتفك. يا رب ما كنتش عايزه غيره. طب خدتني شنيدي ايه؟ انا اللي نستاهله. كنت راضية بيه، مش عايزة غيره. يا ربي ليه؟ يا ربي يا رب ارحمني. جبل ده يا رب خليه طيب معاك.
ياخدني معاه. أني أسفة يا ربي، أني أسفة. طب نعملوا إيه طيب؟ نرجعوا إزاي؟ يا رب ارحمني، يا رب ارحمني. حاضر هشوف قناة ايه. يا اختي بدقلك، اقفلي بقى. طيب فين الريموت بسرعة؟ في ايه؟ هات لبنى صاحبتي بتقولي حامد زميلي في الجورنال طلع في التلفزيون بيتكلم على القصر ومولع. ايوه هي دي القصر. فساد يا بيه، القصر بقدرة قادر بقى عنده 70 سنة. بقدرة قادر بقى عمره 70 سنة؟ ليه يا أستاذ حامد؟ ما أنا بقول لك أهو، سرايش التحرير صاحب فاروق بيه. أبو مين؟ سلمى فاروق. اللي بقت مرات مين؟ يوسف. يوسف؟ ويوسف إيه؟ إيه المجنون ده؟ هو طول عمره كده، لا حامد ولا راضي. دي نسخة من كتاب راجل اسمه جوني منصور. جوني منصور ده أعتقد مؤرخ إنجليزي يا أستاذ حامد. أيوه، كان عايش في مصر وقت العشرينات. بيذكر إن القصر موجود في مكانه من أيام ثورة 19. طلع كده آلة حاسبة وحسبها معايا، البلد بتتباع. بقولك بتتباع.